يعد مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي أحد أقدم وأكبر المساجد في مدينة رأس الخيمة، وثاني أقدم مسجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع المسجد على كورنيش رأس الخيمة، ويتميز بمساحته الكبيرة وطرازه التراثي، ويعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حيث بني خلال فترة حكم المغفور له الشيخ صقر بن راشد القاسمي. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي أحد أقدم وأكبر المساجد في مدينة رأس الخيمة، وثاني أقدم مسجد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع المسجد على كورنيش رأس الخيمة، ويطل من فوق تلة ترتفع عن سطح البحر في منطقة رأس الخيمة القديمة على ساحل الخليج العربي. تعود تصاميم مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي إلى أسلوب البناء السائد في رأس الخيمة في القرن الثامن عشر، بحيث تفرض مكونات البناء في المنطقة جمالياتها على المساحات وعلى الشكل العام. يتسع المسجد لنحو 1000 مصلي، ويشكل أهمية تاريخية لأبناء رأس الخيمة. وللمسجد تسميات عدة، هي المسجد الجامع ومسجد الجمعة والمسجد الكبير. يعود تصميم مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي إلى أسلوب البناء السائد في رأس الخيمة في القرن الثامن عشر. تم الحرص عند إعادة ترميم المسجد على المحافظة على العمارة التاريخية الأصيلة، واللي تدل على عراقته وتأصل وارتباط أهله من قديم الزمان بالمنطقة. يحتوي هذا المسجد على 60 عمود يعلوها سقف مغطى بسعف النخيل. إضافة إلى ممر مغطى بأحجار جبلية، وثلاثة أبواب كبيرة من الجهة الشرقية، وعلى جانبيه نوافذ مقوسة تبين فنون العمارة خلال تلك الفترة.
يحتوي المسجد على 60 عمود وسقف مغطى بسعف النخيل، أما الممر فمغطى بأحجار جبلية، وللمسجد 3 أبواب كبيرة تفتح من الجهة الشرقية. أجريت للجامع الكبير أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف خبراء التنقيب وفقاً للمعايير العالمية. شيد المسجد على مساحة 1600 متر مربع، ويضم قاعة رئيسية للصلاة تحتل ثلثي مساحته، وتتسع مع الرصيف الخاص بالمسجد لنحو 1000 مصلي، إضافة إلى 28 نافذة مقوسة على جانبيه وممر مغطى بأحجار جبلية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يضم المسجد في داخله عدد كبير من الأعمدة كان المصلون في زمن مضى يستندون إليها قبل إقامة الصلاة وخلال قراءة ما تيسر لهم من القرآن. أجريت لمسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي صيانة وتوسعة في عهد المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الذي حكم في الفترة من 1803 إلى 1866
بينما تم تجديد المسجد وتوسعته في عهد المغفور له الشيخ خالد بن صقر بن خالد القاسمي حاكم رأس الخيمة بين عامي 1900 و1908 ميلادية. وكانت آخر توسعة للمسجد الذي يطلق عليه الجامع الكبير في بداية حكم المغفور له الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة بين عامي 1919 و1948 ميلادية. كشفت التنقيبات عن وجود مسجد سابقا في هذا المكان يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كما أظهرت التنقيبات أن المسجد دمر أثناء الاحتلال البريطاني، وأن المسجد الجديد الحالي قد بني على أساساته وخضع لعدة مراحل ترميم وتوسع حتى يومنا هذا. كان آخر ترميم للمسجد في عام 1993 ميلادية، بناء على توجيهات المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله، ليكون مكانا للعبادة ورمزا من رموز الإمارة الحضارية القديمة. بناء على المعلومات السابقة، تم إزالة الإضافات من داخل المسجد وخارجه، واستعادة العمارة التقليدية المبنية من الحجارة المرجانية وصخور الشاطئ، وزودت بطبقة خارجية من الجص، وجرى استخدام الدعون والجندل في بناء سقف المسجد. تم إزالة الإضافات من داخل المسجد وخارجه، واستعادة العمارة التقليدية المبنية من الحجارة المرجانية وصخور الشاطئ، وزودت بطبقة خارجية من الجص، وجرى استخدام الدعون والجندل في بناء سقف المسجد. وتم إضافة المنارة الخارجية له التي بنيت من المواد الأولية المستخدمة، وهي الجص وأعمدة أشجار المانغروف. Thank you.
أهم إضافة تمت بناء على صور جوية تاريخية كانت عملية إعادة تشييد المساحة الأصلية لإقامة الصلاة والواقعة بالقرب من منصة مدخل المسجد واللي تتألف من منصة مرتفعة وسلالم مؤمنة بسياج من أعمدة أشجار المنغروف. يستقطب مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي المصلين من أماكن عدة في مدينة رأس الخيمة، من سكان الحي ومن سكان انتقلوا إلى مناطق مجاورة. فهذا المسجد يشكل ذاكرة لكبار السن ونافذة على التاريخ لأبنائهم. كبار السن من أهالي رأس الخيمة يؤكدون أنهم كانوا يؤدون الصلوات الخمس في هذا الجامع منذ زمن بعيد، وذلك قبل انتقال الأهالي للسكن في مناطق جديدة. ويخبر بعض كبار السن أن الجامع الكبير كان الوحيد في رأس الخيمة حينها، وكان شيوخ القواسم يجتمعون مع أهالي المدينة في حين كان حاكم الإمارة يبحث مطالب الأهالي في هذا الجامع بعد الصلاة. يعد هذا المكان مخزن من الذكريات بالنسبة لأبناء رأس الخيمة من كبار السن، باعتباره المكان الرئيسي وأحد أهم المرافق العامة في الإمارة قبل قيام دولة الاتحاد. فكان المسجد مكاناً للقاء أهل رأس الخيمة، خصوصاً العائدين من السفر من أبنائها المغتربين. استعاد مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي دوره ومكانته التي كانت بفضل الاهتمام الرسمي الذي وجه ومول الدراسات الأثرية وصولا إلى عمليات إعادة البناء وفق المكتشف من الآثار، ليستعيد هذا المسجد الشكل الذي كان عليه والذي يجسد فنون العمارة التراثية في رأس الخيمة. كما كان هناك اهتمام رسمي بهذا المسجد، حيث وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة في وقت سابق دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة بإجراء دراسة تاريخية لآثار المسجد المكتشفة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لإبراز الوجه التراثي والتاريخي له. Thank you.
يحظى مسجد المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي بمكانة خاصة لدى الكثير من السياح الذين يحرصون على زيارته باعتباره معلما من المعالم التراثية والسياحية التي تكشف عن فنون البناء في مدينة رأس الخيمة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب